بمقر عمالة إقليم مقريبكا، جرت اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 إعطاء انطلاق شركة كازا تكنيك للنظافة التي سنطلق أشغالها اليوم ابتداء من غدا السبت 11 نوفمبر 2023، ذلك بحضور عميد صاحب الجلالة على إقليم مقريبكا ورئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي مقريبكا وحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية. قدم المسؤول الرسمي للشركة مجموعة من الشروحات وعرض مجموعة من الشروحات حول الإمكانيات والمعدات والآليات التي تقوم بها هذه الشركة. وفي تصريح له أكد السيد الصديق زويتن المدير العام للشركة ما يلي: مشتو اليوم كان عرض مجموعة ديال الآليات والمعدات، مجموعة ديالها تقريبا 28 آلية ومعدة في إطار انطلاق الشطر الثاني من صفقات التدبير المفوض بين مجموعة جماعات ورديها وما بين شركة كازا تكنيك. هذا الشطر الثاني من الصفقة كيهم مدينة خريبكا. المبلغ الاستثماري للصفقة ما يقارب 31 مليون ديال الدرهم، اللي غادي يمكن من تشغيل 247 اليد العاملة اللي فيها أطور وتقنيين وعمال. الهدف الأساسي للشركة هو إظهار مدينة خريبكا بحلة جديدة. احنا تعودنا كشركة أننا نخدمه بشراكة مع الجماعات المحلية ومع المجتمع المدني، مع الجماعات المحلية اللي كتقوم بالمراقبة في إطار دفتر التحملات، ومع المجتمع المدني في إطار حملات تحسيسية. والشركة بدورها كتوفر الآليات والمعدات وكتقوم بتكوين مستمر للتقنيين والعمال اللي تسهروا على النظافة ديال هذه المدينة ويقوموا بالعمل ديالهم على أحسن وجه. شكرا. امتى بدا الاشغال انطلاق هذه الشركه باتفاقيه الشراكه؟ بالنسبه للتشغيل واش غتشغلوا المحليين ولا غتجيبوا الموظف الخارجي؟ غادي نشوفوا على حسب القانون 905 كناخذوا العمال اللي كاينين في الشركه القديمه. كانوا في الشركه القديمه. شكرا. صباح المرسلين. كما تعرف الاخوان اليوم كاين انطلاقه ديال المرحله الثانيه من الصفقة ديال التدبير المفوض الخاص بمجموعة الجامعات ورديغا اللي رصات على الشركة ديال كازا تكنيك. هذه المرحلة الثانية اللي فيها الكلفة الإجمالية كاينة 54 مليون ديال الدرهم. المرحلة الثانية كتعرف من الاستثمار ديال 30 مليون ديال الدرهم اللي غتبدا اليوم مع 12 الليل، لأن الصفقة ديال الأوزون غتسالي. تقريبا هذا هو الملف. طلب الله سبحانه وتعالى اللي يوفقنا. عندنا اشتغلنا معه في المرحلة الأولى ما كانوش مشاكل، زعما الملف الاجتماعي للموظفين ولا العمال كيتخلصوا في الوقت. لي ريكلاماسيون كيدبروا في واحد المرحلة قياسية. كما كتعرفوا حنا كنطلبوا منهم المزيد، لأن خريبكا كما كتعرفوا المرحلة اللي سبقات خريبكا مدينة اللي هي نقية اللي كان فيها عمل جبار. حنا كنطمحوا باش يكون هذا العمل احسن من هذا الشيء اللي كان. الملف الاليات كاملين تقريبا جاو باستثناء واحد الكاميون اللي باقي ما حضرش. اذا اليوم غادي تعطى انطلاقه و12 ديال الليل غادي تبدا العمل. وشكرا. بالنسبه للتشغيل تشغيل الاخوان باش نكونوا واضحين، تشغيل هذه الشركه غتورث العمال ديال الصادقين. كاين 243 بما في عمال ديال المجلس اللي تقريبا بقات شي 29 اعتقد، في المباقي راهم كلهم ولاد المدينه. كاين شي امتيازات لهاد الشركه اكثر من الاخرى؟ بالنسبه للملف الاستثماري الشركه زايده على الصفقه السابقه. ولي حسن دقيقه شد التليفون ديال Thank you.